إذا مشاهدين الكرام، أهلا بكم عبر شبكة جيمي الإعلامية. ندخل لكم الآن الأجواء في منطقة باب العمود. طبعا في موعد صلاة المغرب، إذن المغرب قد أعلن مفتي القدس أن غدا السبت هو أول أيام رمضان، شهر رمضان المبارك. كما ترون الآن الأجواء في منطقة باب العمود، مشاهدينا الكرام كما قلنا لكم، ترون الآن الأجواء في مدينة القدس خاصة في منطقة باب العمود. طبعا مفتي القدس اليوم قد أعلن أنه غدا يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك. طبعا كما تعرفون شهر رمضان المبارك في مدينة القدس له أجواء خاصة،
خاصة موجود مسجد الأقصى المبارك، الأجواء المسائية بتكون في مدينة القدس، توجه الناس لأداء صلاة التراويح، فعاليات تكون موجودة في منطقة باب العمود. فعليا مدينة القدس تكون منتعشة في شهر رمضان المبارك. Come on.
Gracias.